مجد نادي الترجي التونسي من دون طبعا النجم المتميز يوسف البليلي الذي انتقل الى الاهلي السعودي بداية هذا الموسم. يلعب اليوم بمعز بن شريفية في حراسة المرمى، سامح الدربالي سيكون على الجهة اليمنى، الياس شتي على الجهة اليسرى، عبد القادر بدران رفقة محمد علي اليعقوبي في وسط الدفاع، عبد الرؤوف بن غيت مع كوامي بونسي وفوسيني كوليبالي ثلاثي وسط الميدان، وثلاثي الخط الامامي ابراهيم وثرة رفقة انيس البدري من الجزائريين المتميزين في نادي الترجي في اولى مشاركاته. كرة بعيدة خطيرة الرفيع بابا بابا رائعة، اللعبة عالمية من العالم، يا سلام من هنالك من اندري كايريو في القائمة الثاني، يا لها من لعبة ويا لها من كرة ويا لها من لقطة، واول لقطة كاريو عرضية خارجة تسديدة من هنالك بها يلعبها بينية، كرة خطيرة توزيع القائمة الثاني هو شهراني ياسر والتوزيع والدفاع يدخل ويخرجها من كرة خطيرة لنادي الهلال، توزيع خطيرة والدفاع معز بن شريفي محمد بريك الحق الكرة دخل محمد التوزيع والدفاع ريو كاريو والكرة البعيدة مرة ثانية والدفاع نادي الشنطو الكرة البينية هاي ممتازة هاي ممتازة وترى تسديدة عالية بعيدة تماما فوق المرمى راحت من أمام عبد الله معيوف حارس مرمى نادي ممتازة في اتجاه سامح الدربالي على الجهة اليمنى يحاول يمر سامح لا مر ولا مرر واليمنى أندري كاريو لمحمد البريك يلحق محمد يحاول يمر والكرة والدفاع أولولا تسديدة من جوستافو كويار بعيدة تماما راحت ضربة مرمى للحكم يقول ركنية رابعة لصالح عناصر نادي الهلال دوري أبطال آسيا وبطل إفريقيا والتغطية دي يو 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 يا له من خطايا عبد الله يا معيوف ويا له من فرصة ضاعت من أنيس البدري خطأ فادح خطأ لكوامي كوامي والتمريرة من سامح الدربالي سهلة كارلوس إدواردو كرة في الخطاء الفنية وصلت كرة خطيرة هاي كرة خطيرة هاي كرة خطيرة أولو لو 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 معاها خربين سالم مرمي وفي خطأ هو في خطأ حاول يستفز دفاع نادي الترجي مر من أمامه واستفاد من خطأ صفر حكم المباراة هنا سامح الدربالي والاعتراض الواضح علي محمد البريك القائمة الثاني خطيرة 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 ومازال والكرة في الركنية خلل في المتابعة وفي الملاحظة على عناصر نادي الترجي في الكرة العالية شفناها على مرتين أو ثلاثة هذه المرة خارجة بالرأس دفاع يتمد بها بنصو مازال التوزيع في القائمة الثاني أولالا أولالا على طول الكرة هذه من أنيس لوياس الكرة الخطيرة شجي دوسري بابا خطيرة بابا خطيرة بابا خطيرة بابا بابا بدري راح أنيس البدري أنيس وزع كورة في القائمة الثانية ولك سالم يا سلام يا سالم ويا سلام يا إدواردو محمد البريك التوزيع من محمد ومعز وكنو كريو 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 بيني بابا بابا ضرب الجزاء يا سلام على اللعبة العالمية يا سلام خدوات 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 في منتهى الروعة الحكم قال وضع التسلل لأن الحكم المساعد رفع الراية ننتظر تقنية الفار هاي اللعبة العالمية خدوها ريو كريو ريو ريو لولو يصنع الفارق كريو من هنالك ومحورة خطيرة لبريك التوزيعة قريبين قل من وترى إبراهيم يلعبها كرة للبدري البدري قول ما زالت الخطورة من هنالك الهوني والدفاع وترجع له الهوني ما زال وضع التسلل لمسة يد يقول الحكم واسمع عز بن شريفية كاريو والدفاع يستند على قريبين وقريبين العب يقول الحكم المباراة أنا قريب وشفت لا يوجد أي دقيقة 33 أمور ماشية لحد الآن بشكل رائع في المباراة بين اللاعبين هاي الإعادة خريبين اختفها سريعة وخاطفة وصعبة سريعة أو صاروا يتجاوبون ويتناغمون مع متطلب الكرة في الركنية تنفذ بينية راحت لكاريو التغطية من الياس شتي أنيس البدري يو 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 يو
ويار من حسن حظك عن طريق أنيس البدري، حاول يمر أنيس، مازال أنيس البدري التوزيع مع أنيس البدري مرة ثانية، يتكي على أنيس والتغطية دفاعية وخطأ من سالم الدوسري، خطأ آخر من سالم الدوسري أو من كارلوس كاري. أنيس البدري يرفع الكرة، يا إبراهيم وترى كرة بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى لعبد الله المعيوف الذي يتوجه نحو إنهاء الشوط الأول وخلف جماهير اللي حاول يمر. مازال الغاني، سدد الغاني ولكن عالية، كوامي بونسو الغاني كرته عالية بعيدة كتير فوق مرمى الحارس عبد الله. أوي وكرة يا غابا بابا الدفاع، محمد علي اليعقوبي ينقذ الترجي. يا سلام، ماذا فعلت يا سامح يا دربالي، ماذا فعلت يا سامح؟ من امام سالم اختفى منك خلفك ومررها كرة ارضية رائعة، خرج اندري كاريو من هنالك، من حمد لبريك القائم الاول وايد ياسنتي خرجها، يلعبها من هنالك على جالس على ياسر الشهراني، توزيع رصيب بين بيني مسد خطورة كاريو أو سالم، عفوا سالم الدوسري بروعة مرة ثانية يضيع فرصة أخرى لصالح عناصر نادي الهلال. شوف اللعبة الثلاثية، الاستناد على خمر الخريبين، كاريو خطيرة وكنو رائعة كرة كنو ولكن عالية، لكن الرائد جاز من وطرة لحمد الهوني والتغطية من صو روعة خارج الكرة دي. سالم ياسر، ويا سالم ياسر ضيعتها، وفوسي تفوق في خطأ، نعم لأنيس البدري، ما تسلل أم لا، أنيس يلحقها، أنيس فتو الكرة هذه، فتو أنيس البدري وراح مباشرة ضرب المرمى، الحكم رفع الراية معلنا وراي التسلل، كان باين من بعيد وراي التسلل. 9 دقائق لاعب من الإصابة، أنيس البدري بروعة ويمر وفي خطأ، نعم الحكم يطير وحمدو يدخل، حمدو يوزع، حمدو بعيد الكرة من حمدو اليهودي بيمناه، بعيدة تماما من هنالك في القائمة الثاني، كرة خطيرة وأنيس البدري بابا بابا جول بابا 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 بابا. أبدع معز في الجهة المقابلة وأبدع عبد الله المعيوف في إنقاذ فريقه من نيران صديقه. سلام، سلامتك يا عبد الله سلام، كي يعبر لكي يجسد أمنياته وترجي وهتافاتها وانطلاقها. سامح الدربالي دخل لاعتراض، شافوا الحكم من هنالك من سامح الدربالي، لا مش سامح يمكن انها توصل لمحمد البريك، والتغطيه من الياس شدي بروعه، تشكيله الهلال ما قدر ان يرى في خطا اخر هنا الحكم. ياسر يحاول يمر سامح، ياسر مازال، ياسر ضيعتها، ياسر ضيعتها، ترجع له البدريك كاريو خطيره بابا بابا رائعه رائع، لم تكن هناك وضعيه تسلل، اولا رائع كارلوس ادواردو الذي اعاد الكره بهذا الشكل، ولكن التغطيه الرائعه من سامح، محاصره 3 لاعبين امامه، جوميس يقاوم، جوميس يصارع، جوميس مازال، انيس مازال، عرضيه بالراس وخروج مرقوبي، ومره ثانيه يفوز لكوليبالي واستراع من وترى، مازالت الكره وخطا يقول حكم المباراه لصالح ياسر الشهراني، ارتكبه ابراهيم وترى في الكره الهوائيه المشتركه. كاريو غوميز بابا 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 جول بابا 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 جول، يفعلها غوميز بروعة وببلاعة. يا سلام، يؤكد لوتشيسكو خياره الصحيح، نعم بعدما أخرج جوستافو كويار وأدخل غوميز، أدخلها غوميز في الشباك بروعة. يا سلام عليك، بروعة وببلاعة استلم، بروعة وببلاعة ارفعها فوق المدافع بروعة.